كميه تاع الاكياس البلاستيكيه اللي هي منوعه في المحل هذا غادي نحرر واحد السلعه يعني في الامر باش يكبر المصلحه على حاجه ديال الفتره وتجي تحرر بحقهم حضر مخالفه اللي كتوجه باش السيد وكيل البلد قصد اتخاذ اجراءات قانونيه اللي معمول بها في هذا الصدد. هي الحجز كان حقهم الحجز والاجراءات كتكون عقوبه يعني غرامه ماليه في حق المخالف. منتوجات معروضه للبيع وثاني حاجه الاشهار ديال الاثمنه واش كاين واش عندي شروط صحيه والسلامه ديال هذه راه ما عندهاش لوريجين ديالها ما كاينش ما كيحملش علامه ديال العنوانه اولا ديال لاصقه اللي غتبين لنا المحتويات اللي كاينه في المنتوج واشنا هو يعني الاسم التجاري ديالو اولا الوصفه ديالو شنو هي او المكونات ديالو بالتالي راه غادي نحجزو باش نديرو الاتلاف ديالو هذا مصدر مجهول ما كاين لا ايتيكيت في لومبالاج لا والو يعني مختلف دونك ملي تيكون منتهى الصلاحيه تتكون غير صالحه للاستهلاك القانون تيحميكش في هذه الوضعيه ولدي خصك تمشي تشري واحد الحاجه اللي فيها واحد اللاصقه فيها المكونات باينه والتاريخ الصلاحيه ديال الانتاج والتاريخ الصلاحيه ديال النهائي ديالو باش تعرف راسك شنو كدير قربت غادي سالي غنعرف كيفاش نردو المولات عبر هذه الكره هذه قضيت عليها المصدر ديالها مجهول ما معروفش منين جاي هي كتاخذ انت في العماله انت كتاخذ ايوا شحال هاد الحاله اللي عندك غنبقاو نديرو حنا ان شاء الله كونترول مره في الاسبوع خصيصا على هاد الحاله هادي هاك افتح السيرفيس ورجعتني عندكم ان شاء الله باذن الله. درنا واحد الجوله ديال المراقبه شملت الاحياء ديال قصبه ديال المهديه شفنا فيها مجموعه من العمليات ديال المراقبه ديال المحلات اللي متنوعه كاين مخبزات كاين المواد الغذائيه كاين تقديم خدمات وضبطنا مجموعه من المخالفات ديال الاكياس البلاستيكيه الممنوعه كما تم واحد الحجز واحد مجموعة من المواد غير صالحة للاستهلاك سواء اما انتهت ذاك الصلاحية ديالها ولا ما الظروف ديال التخزين ديالها ماشي ملائمة وتمت العملية في احسن الاحوال. شنو عبرات المخالفات؟ عبرات المخالفات هي عدم اشهار الاثمان وحيازات اكياس بلاستيكية ممنوعة. مجموعة تقريبا 11 كيلوغرام من الاكياس البلاستيكية الممنوعة. المخالفات كانت الميكا الساشي ديال الميكا هما اللي كانوا وبعض المواد اللي هي في واحد العلب اللي هي مجهوله المصدر كاين مثلا لقينا املو كاين واحد الزيت واحد المواد ديال التجميل حتى هي مده الصلاحيه ديالها انتهت وداك الشيء ايوا هادشي اللي كاين هادشي المخالفات اللي كاينين وكاين بعض الحلويات حلاوي اللي هما حتى هما معفنين وغير صالحين للاكل. مؤخرا كان واحد البلاغ ديال الانصار حول منع احد انواع من الشوكولاته واستمعوا عثر عليها خلال الحمله. لا في هذه الحمله ما لقيناش هذاك النوع ديال الشوكولاته سميتو كندر فيه واحد النوع ديال واحد السالمونيل هذاك ممنوع
ولكن ما لقيناش في اطار الحمله ديالنا. ركزنا ودرنا على المراقبه وداك الشيء، ولكن ما لقيناش هذا الشوكولاته هذا، ما كاينش. كانوا فقط تحرير مخالفات. التوصيات كان من ناحيه التحسين، كاين التحسيس وكاين المراقبه الصحيه، وكاين يعني تنظيم المحلات. كاين بعض المحلات اللي هما ما منظمينش شويه السلع ديالهم، وداك الشيء محطوط هكاك متراكم، وداك الشيء خصو ينظم ويكون اختصاص ديالهم. ما يمكنش هذا مثلا هري مثلا يبيع الكاشير ويبيع الفرماج، وهو تيبيع الطحين ويبيع الزيت ويبيع هذا، فهمتي؟ لان ذاك المواد كطلب واحد لاشين دفروا، وداك الشيء ما خصوش. ولكن حنا في اطار التحسيس حسناهم ورجينا داك الشيء، وكانوا تحرير بعض المحاضر ديال المخالفات.